بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 150 بعد 200. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما دلائل وعلامات قبول العمل الصالح، سواء كان ذلك من حج أو عمرة أو صيام أو غيرها من العبادات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبول الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بالأعمال التي يقبلها، وشرط القبول الإخلاص والتقوى. قال الله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. الإخلاص لله عز وجل في النية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا أخلص نيته لله عز وجل وتابع الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل الله عمله. الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله في النية والقصد والبراءة من الشرك والرياء والسمع، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بالبراءة من البدع والمحدث، وإلا فإن البدع مردودة لا تقبل. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك من علامات قبول العمل أن يكون العبد مواصلا للأعمال الصالحة، فإذا أتى بحسنات بعد العمل السابق فهذا دليل على قبول العمل. فإن من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، وعلى المسلم أن يجتهد في هذه الأسباب، والقبول عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. رجل فاته صلاة الوتر بالليل وصلى ذلك بعد أذان الفجر مباشرة وجعل ذلك شفعا، هل هذا العمل جائز؟ هذا غير مشروع. إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعة الفجر، يعني الراتبة التي قبل الفجر، ومحل القضاء والشفع هذا يكون في بعد ارتفاع الشمس، يكون بعد ارتفاع الشمس، فيما بين ارتفاع الشمس إلى دخول وقت الظهر، كله محل لقضاء الوتر مع شفعه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الأخ أبو عبد الله يقول: ما الفرق شيخ صالح بين الظهار والطلاق؟ وإذا قال الإنسان لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كأمي، هذه العبارات هل تعتبر طلاقا؟ الفرق بين الظهار والطلاق أن الظهار يمين تحلها الكفارة، وأما الطلاق فإنه يقع. الطلاق يقع إذا تلفظ به، فإنه يقع، إلا إذا كان مكرها عليه، ما إذا تلفظ به مختارا فإنه يقع ولا كفارة له. نعم. هذا مصري ومقيم بالرياض يقول: فضيلة الشيخ، هل مداعبة الزوجة في البيت بعد أن يغتسل الإنسان وبدون إنزال، هل يتوجب عليه أن يغتسل مرة ثانية؟ إذا كان حصل منه إنزال فإنه يجب عليه الاغتسال مرة ثانية، أما إذا لم يحصل منه إنزال فإنه لا يجب عليه الاغتسال ولا يشرع له الاغتسال، ولكن إن خرج منه مذي فإنه يغسل الفرج ويتوضأ. نعم، لأن خروج المذي ناقض للوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل رمز لاسمه بألف ألف باء، يقول: في وقتنا الحاضر فضيلة الشيخ، كثرت تلك الفضائيات الهابطة، وأشدها التي تدعو إما إلى السحر والكهانة أو إلى الشرك. أولادي دائما يقلبون ويتابعون مثل هذه القنوات، هل يخل هذا بعقيدتهم؟ وماذا يجب على الآباء مأجورين؟ هذا يخل بالعقيدة ولو على المدى البعيد، وأيضا يجب على الآباء أن يخلوا البيوت من هذه الأدوات السيئة، ولا يمكنوا أولادهم من استعمالها.
محافظة عليهم وعلى دينهم وعقيدتهم وأخلاقهم فإنهم في ذمة الآباء ما داموا تحت ولايتهم. يجوز للأب أن يمكن أبناءه من وسائل الشر ووسائل الفساد، عليه أن يبعد ذلك عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل فضيلة الشيخ أرسل يسأل عن قول الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. نعم، لما نسبوا البنات إلى الله سبحانه وتعالى إن الله نزه نفسه عن ذلك، هم نسبوا البنات إلى الله وهم لا يحبون البنات، يجعلون لله ما يكرهون وينسبون الأبناء إليهم، ينسبون الأبناء إليهم، ينسبون إلى أنفسهم ما يحبونه وينسبون إلى الله ما لا يحبونه. والله جل وعلا قال: أو من ينشأ، في سياق إنكار هذا، أو من ينشأ في الحلية، وهي البنت، البنت تحتاج إلى الحلي لتتجمل به لأنها ناقصة، فالحلي يكملها ويجملها. وهو في الخصام غير مبين، مرأة لا تقدر على المخاصمة في المحاكمات بل تضعف عن ذلك ولا تقدر على الجدال، فهي فيها هاتان الصفتان: أنها بحاجة إلى لبس الحلية لتجملها وتكملها، والصفة الثانية أنها تضعف عند المخاصمة وليست مثل الرجل، الرجل لا يحتاج إلى حلي، وأيضا هو قوي عند المخاصمة، يدافع عن نفسه ويرد على المعتدي والمعترض. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: رجل مسافر صلى برجل مقيم صلاة الظهر قصرا، ولما قام المقيم يتم صلاة الظهر صلى معه المسافر بنية القصر، هل هذا العمل جائز؟ نعم، هذا العمل على حسب النية، يجوز للمسافر أن يؤم المقيم، ولكن يلزم المقيم أن يتم الصلاة، إذا قصر المسافر يقوم بعده ويتم الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم لما صلى بأهل مكة قال: يا أهل مكة إنا قوم سفر فأتموا لأنفسكم، في كون المسافر دخل معه في الركعتين اللتين قام بعده ليأتي بهما، لا يجزي حسب النية، لكن الأولى ألا يدخل معه إذا، بل يصلي مع مسافرين آخرين أو يصلي وحده، لأنها صلاة واحدة، الصلاة الواحدة لا تقسم بين صلاتين. نعم. هذا السائل أبو هشام يقول: أسأل عن وأسمع عن الابتداع وعن خطره، فما هو الابتداع وما مثاله وما أيضا أثره على العقيدة الإسلامية؟ الابتداع يكون في الدين، لأن يحدث في الدين ما ليس منه من عبادات قولية أو فعلية أصلية أو إضافية، يكون هذا هو الابتداع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الابتداع هو الإحداث في أمور الدين والعبادات والعقائد، ومردود على صاحبه وهو خطير جدا. الابتداع خطير على العقيدة وعلى العبادة، ولا يقبله الله سبحانه وتعالى مهما أتعب نفسه فيه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه الأخت تقول: امرأة حامل ولديها بنت وعمرها سنة ونصف، تقول ولا تزال ترضعها، فهل يضر ذلك بالمولود الجديد، وهل يخاف من ضرر مع تغير الهرمونات؟ حالة الحولين وطفل بحاجة إلى الرضاع، ترضعه ولا تتركه، ترضعه ولا تتركه يموت، وبالإمكان إذا قصر اللبن أو أصبح غير صالح للرضيع أن يؤتى له بمرضعة أخرى أو بحليب من حليب المجفف الصالح للأطفال. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ أبو أحمد يقول: إذا كان هناك مسجدان، مسجد يصلي فيه الجماعة أكثر من 150 ومسجد فيه ما يقارب من 50، أيهما أذهب إليه والأفضلية في ذلك؟ الأفضل الأكثر جماعة، أن يذهب إلى الأكثر جماعة، هذا هو الأفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ تقول: أسأل أخت من الرياض لي زوج وهو موظف، والحمد لله الوظيفة جيدة والراتب جيد، ولكنه يصلي الصلوات في وقتها في البيت، لا يذهب إلى المسجد، هل تقبل الصلاة في مثل هذه الحالة؟ الصلاة في مثل هذه الحالة غير عذر، إذا كانت لعذر فلا بأس، أما إذا كان يصلي في البيت من غير عذر هذا حرام عليه ولا يجوز له ذلك، ولكن صلاته في حد ذاتها صحيحة ومجزئة، لكنها عن صلاة واحدة، بينما لو صلى مع الجنة
الجماعة لحصل على فضل 27 صلاة أو 25 صلاة كما في الحديث، مع أن هذا واجب عليه أيضا أن يصلي مع الجماعة. قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم المتخلفين عن صلاة الجماعة بالنفاق، قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ولقد رأيتنا، يعني الصحابة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. صلى الله العافية. يجب عليه أن يتوب إلى الله، أن يحافظ على صلاة الجماعة، ولا يأخذه الكسل أو التقليد الأعمى على ترك هذا الواجب العظيم. نعم. أحسن الله إليكم. تقول الأخت سلمى: أختي خالفت أمر الأطباء لأنها فضيلة الشيخ لم تلزم الراحة لأجل حملها، فقد قال لها الأطباء لابد أن تلزمي الفراش فحملك فيه خطر، فخالفت الأمر وأسقطت جنينا ميتا في شهره الخامس. نعم، إذا كان الأطباء نصحوها بعدم الحركة وقيام من الفراش فخالفت وقامت ونتج عن ذلك موت الطفل فهي مخطئة وقاتلة لهذا الطفل، لكنه قتل خطأ، يكون عليها الدية، دية الطفل، وعليها أيضا الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين. الدية إذا طالب بها مستحقوها، أما إذا لم يطالبوا فلا، ليس عليها شيء، لكن الكفارة لابد منها في هذه الحالة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا الأخ سوداني مقيم في جدة: ما أبرز الأحكام في صلاة المريض، حيث دخل أخي المستشفى وقد أجرى عملية ولم يصلي أي صلاة إلا بعد أن خرج من المستشفى؟ هذا غلط كبير، لا يجوز له أن يترك الصلاة، بل يصليها على حسب استطاعته. صلي المريض قائما كما في الحديث الصحيح: فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وفي رواية: فإن لم يستطع يعني على جنب فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة، وكذلك إذا استطاع أن يستعمل الماء يستعمله، وإن لم يستطع استعمال الماء فإنه يتيمم بالتراب ويصلي ولا يترك الصلاة، وإن احتاج إلى الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء يجمع، جمع تقديم أو تأخير على حسب الأرفق به. أما أنه يترك الصلاة نهائيا إلى أن يخرج من المستشفى هذا غلط كبير، وسببه الجهل بهذا، وسببه تفريط الدعاة والمرشدين والموجهين في هذا الأمر، ووزارة الصحة هي المسؤول الأول عن ذلك، لأن الواجب عليها أن تجعل هيئة مرشدين دعاة إلى الله في المستشفيات مثل الوزارات الأخرى فيها، والحمد لله فيها هيئات إرشاد قائمة بالواجب. وزارة الصحة أحوج إلى هذا من غيرها. نرجو الله أن يوفقهم لتدارك هذا الأمر وأن يهتموا به، فإن المرضى في ذمتهم. نعم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. هذا يسأل يقول: ما المراد بهجران الزوجة، ومتى يلجأ إلى هذا الهجر، وما هو حدوده في الشريعة الإسلامية؟ لا يجوز هجر الزوجة إلا في حالة النشوز، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، يعني المرحلة الأخيرة الضرب، الضرب غير المبرح، والهجر يأتي في المرتبة الثانية بعد الوعظ والتذكير، فيهجرها إلى أن تطيعه في حقه الواجب عليها. نعم. فضيلة الشيخ يقول: بأنني سلفت زميل مبلغ من المال وأنا ميسور ولله الحمد، لكنه يماطل، مع أنه ولله الحمد زالت حالته الآن، هل أزكي هذا المال؟ نعم، ما دام أنك ترجو أن يرد عليك المال ويسدد لك فإنه يجب عليك زكاة كل ما حال عليه الحول. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: بالنسبة لمهر البنت، هل تأخذ الأم والأب منه الشيء الكثير إذا كانت البنت يعني مدرسة وغير ذلك؟ نعم، للوالد أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، ذكرنا وأنثى، الوالد له أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، ما لا يضر الابن ولا يحتاجه يعني ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد، وإن تعفف عنه فهو أحسن. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت تقول: والدتي منذ سنوات تقوم بالبيع والشراء في سوق الثياب عند النساء، وتقول بأنها تصلي جميع الصلوات في السوق، هل تقبل الصلاة في ذلك؟ إذا صلت في مكان مستور وهي متحجبة فلا بأس بذلك، المهم أن يكون المحل مناسبا للصلاة من حيث الطهارة، من حيث الستر، وجزاها الله
الله خيرا على محافظتها على الصلاة. نعم. هذا يقول يا شيخ عملي يبعد 95 كيلومتر، أداوم يوميا من منزلي إلى عملي، بعد ذلك أقطع هذه المسافة يوميا، هل أجمع وأقصر الصلاة؟ نعم، لأن هذه مسافة قصر أو أكثر، فتقصر الصلاة في الطريق ذهابا وإيابا، وفي مقر العمل إذا لم تنوي إقامة تزيد على 4 أيام. نعم. هذا أيضا سائل يقول فضيلة الشيخ، سائلة تقول أنا مدرسة قرآن، وكثيرا ما أسأل من بعض الطالبات عن حكم الدعاء عند إكمال حفظ المصحف في الجماعة، هل هذا جائز؟ ترتيب هذا وإلزام الطالبات به لا أصل له، أما إذا دعا المسلم أو المسلم عند ختم القرآن فلا بأس بذلك، كان الصحابة يدعون عند ختم القرآن ويجتمعون لذلك. نعم. أحسن الله إليكم. أخيرا نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يسأل عن حكم العمل في شركة أو عمل يتعامل بالربا وصاحبه أيضا يعلم عن ذلك، ما الحكم؟ مأجورين. لا يجوز للإنسان أن يشارك في محل ربوي يتعامل بالربا، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن الكاتب والشاهدين مع أنهم لم يأكلوا الربا وإنما أعانوا عليه وشهدوا عليه ووثقوه وكتبه الكاتب، فكلهم ملعونون. لا يجوز التعاون مع المرابين، لا الأفراد ولا البنوك ولا الشركات المرابية. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في لقاء هذا الأسبوع في برنامج نور على الدرب. شكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.